أعزائي الأطفال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في الحصص الخاصة بالأنشطة. معكم رشيدة المنشطة التربوية لكينيا مكان. عنوان حصتنا لهذا اليوم هو أرسم عائلتك. هل تعرفون ما الهدف من هذه الحصة؟ سأخبركم. الهدف الأول هو أن نكتشف أنواع العائلة، والهدف الثاني هو التعبير عن العائلة ورسمها. أصدقائي، هذه الحصة ستكون لفائدتكم جميعا، فمن المستوى الأول إلى السادس ابتدائي. إذن ما عليكم هو أن تركزوا جيدا وتنجزوا النشاط المناسب لمستواكم الدراسي. أعزائي الأطفال، هل أنتم مستعدون؟ جيد، سنبدأ. وقبل البدء أريد أن أطرح عليكم بعض الأسئلة وأتمنى أن تجيبوا عليها. السؤال الأول، أخبروني، ما هي العائلة؟ فكروا جيدا وأجيبوا. هل عرفتم الجواب؟ جيد. إذن العائلة هي التي تتكون من مجموعة من الأفراد، وهؤلاء الأفراد يجمعهم رباط الأبوة. عموما نجد الأب والأم ثم الأطفال. سأمر إلى السؤال الثاني، هل تعرفون يا أصدقائي ما هو الدور الذي تقوم به الأسرة أو العائلة؟ هيا ابحثوا وأجيبوا. أحسنتم، يا لكم من أذكياء. إذن عائلتنا هي التي تحمينا نحن كأطفال، ويتميز أفراد العائلة بالمودة فيما بينهم، فهم يحبون بعضهم ويساعدون بعضهم، وذلك ليكون العيش في استقرار وأمان. الآن يا أصدقاء سنتعرف على أنواع العائلة، فإذا كنت من المستوى الأول والثاني سأطلب منكم نشاطا مميزا ستحبونه. هل أنتم على استعداد؟ رائع، هيا أغمضوا أعينكم. هل انتهيتم؟ جيد، الآن بهدوء وتركيز حاولوا أن تتذكروا وجوه أفراد عائلتكم. تخيلوا ملامح الوجه، مثلا ما هو شكل الوجه؟ ما هو لون العيون؟ ما هو شكل الأنف والفم؟ وكذلك ما لون الشعر؟ هل انتهيتم؟ حسنا، الآن افتحوا أعينكم، وأريد منكم أن تبدأوا بالتعبير عن عائلتكم وعن أفرادها. فمثلا كأن تقولوا ما هو عدد أفراد الأسرة، أن تذكروا أسماءهم إلى غير ذلك، وسأترك لكم فرصة لتعبروا عن ذلك، وسنلتقي في مرحلة التفكير الموالية. أما الآن أصدقائي فسأتوجه إلى أطفال المستوى الثالث إلى السادس ابتدائي. لا تظنوا أني نسيتكم، لكن أريدكم أن تخبروني ما هي أنواع العائلة التي تعرفونها. هل فكرتم؟ جيد يا أصدقاء، أنتم بارعين في الإجابة. نعم يا أصدقاء، فمن أنواع العائلة نجد أولاً عائلة الوالدين أو الأبوين، والتي تتكون من الأب والأم.
ثانيا عائلة الوالد الوحيد، وفيها نجد الأب أو الأم. وكمثال على هذا النوع من العائلة نجد مثلا أن الأب مسافر للعمل في بلاد الغرب، أو كأن نجد أحد الوالدين متوفى مثلا. العائلة الثالثة تسمى بالعائلة الممتدة، وفي هذا النوع نجد أن أفراد الأسرة الصغيرة التي تتكون غالبا من الأب والأم والأطفال يعيشون مع أفراد آخرين من العائلة كالجدين والخالات والعمات والأعمام إلى غير ذلك. لقد وصلنا إلى مرحلة التفكير، هيا يا أصدقائي فكروا معي جيدا ثم أجيبوا على السؤال: هل تعرفون الوضعيات التي تجتمع فيها العائلة؟ نعم، يجتمع أفراد الأسرة أو العائلة في الأعياد الدينية وفي المناسبات والأفراح كالأعراس مثلا وغيرها، وهناك بعض العائلات التي تجتمع كل يوم جمعة. ولكي نختم هذه المرحلة أريدكم أن تخبروني في ماذا تصلح العائلة؟ هل وجدتم الجواب الصحيح؟ نعم طبعا، فالأسرة تتكون من أفراد بالغين يتحملون المسؤولية، بمعنى مسؤولية عيش الأطفال بأمان حتى يصبحوا راشدين أيضا، وتتمثل هذه المسؤولية في الحماية، التغذية، اللباس، وإعطاء الطفل كل الدفء والحنان. الآن أصدقائي سنمر إلى مرحلة الرسم، وقبل ذلك يجب أن تقوموا بتحضير الأدوات اللازمة، وسنحتاج إلى ذلك ورقة بيضاء، قلم رصاص، أقلام ملونة، وأقلام حبر جاف وممحات. إذن يا أصدقائي، بعد أن تعرفنا على أنواع العائلات، أطلب منكم الآن رسم عائلتكم، وهذا النشاط أقترحه على أطفال المستوى الأول والثاني والثالث. أما أنتم يا أطفال المستوى الرابع والخامس والسادس، فأقترح عليكم نشاطين اثنين: الأول أن تنجزوا مسرحية حول اجتماع العائلة في حفل عقيقة مثلا، أو مسرحية تجسد فيها أدوارا حول يوم عائلي مميز. ويمكنكم تحقيق هذا النشاط مع أخواتكم وإخوانكم في البيت. أما النشاط الثاني فيتمثل في الرسم، أن ترسموا عائلاتكم، وذلك بحسب مخيلاتكم وإبداعاتكم. أصدقائي صديقاتي، بعد أن رسمتم، أقترح عليكم الآن أن تقدموا رسوماتكم أولا لعائلتكم المتمثلة في آبائكم وأخواتكم وإخوانكم، ثانيا أن تشاركونا إبداعاتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. أعزائي الأطفال، لقد وصلنا إلى نهاية الحصة، أتمنى أن تكون قد راقت استحسانكم. أشكركم على تفاعلكم، وإلى حصة قادمة بحول الله، وحتى ذلكم الحين أقول لكم ابقوا في منازلكم وانتظرونا. إلى اللقاء.